يحدثنا عن المزيد من العلاقات بين مصر والبحرين السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق. أهلا بك سعادة السفير، نتحدث اليوم عن هذه الزيارة الهامة، حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البحرين. هناك يعني عدة روابط تاريخية وسياسية عديدة يعني تربط البلدين بين بعضهما، نتحدث اليوم عن أهم هذه الروابط. بالتأكيد هو منذ استقلال البحرين والعلاقات يعني ارتبطت ارتباطا قويا للغاية في كافة المجالات، لأن يعني كما تعلمين الجامعة العربية لما بدأت في سنة 46 كان 7 دول فقط، كل دول الخليج ما عدا السعودية كانت محتلة من بريطانيا. نعم. ثم كافحنا مع البحرين ومع مختلف البلدان في الخليج العربي لكي تستقل عن بريطانيا، ثم استقلت ثم انضمت الى جامعه الدول العربيه. وهي دوله شقيقه رغم انها من الدول الصغيره في المساحه بالنسبه للبلدان العربيه الاخرى، لكن ما شاء الله مستغليه مساحتها في انشطه ماليه، وتعتبر من اهم المراكز الماليه في المنطقه العربيه. نعم. واسمحي لي اقول لك تجربه شخصيه يعني ربطتني انا شخصيا بالبحرين، لان لما كانت البحرين هتستضيف القمة العربية سنة 2003 جلالة ملك البحرين طلب من الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، قال له عاوز خبراء مصريين ييجوا يحضروا لي الملف الاقتصادي، عاوز يكون عندي ملف اقتصادي بارز يعرض على القمة العربية. فالأمين العام عمرو موسى كلف 3 أفراد، الدكتور أحمد جلال وزير المالية لاحقا، الدكتورة هبة حندوسة، والعبد الفقير لله، وذهبنا عملنا معاملة ملكية لما ذهبنا وأعددنا الملف الاقتصادي للقمة التي للأسف لم تعقد في حين الأسباب تطورات الأمر في العراق. ثم يتصادف وأنا كنت في زيارة لدمشق نتبادل الخبرات أيضا مع أشقائنا في دمشق، إذا بي وأنا في انتظار طائرتي في المطار أجد إنسان لابس بدلة عادية وداخل المطار بلا أي رفقة وانا خارج من الباب، فحييت جلاله الملك، فوجئت ان هو جلاله ملك البحرين عيسى بن سلمان، قمه التواضع، يتكلم مع الناس وقريب من القلب جدا. ثم الحاكه سجنة في ال10 سنين الاخيره رئيس مصري متحرك جاب العالم من اقصى الشرق في طوكيو لاقصى الغرب في باريس، شمالا حتى نيويورك، جنوبا حتى بلدان في افريقيا لم تطأها قدم. ويعني أنا أتابع كدبلوماسي عجوز يعني هذه الأنشطة يوميا، بل ساعة بساعة، لا ينقضي يوم إلا وقد حدثت اتصالات بقادة العالم، وده بيأدينا ثقة للسياسة الخارجية المصرية اللي هي سياسة خارجية بدأت 2000 سنة قبل الميلاد. نعم. وبالتالي طبعا نحن من أكثر البلدان التي تحترم سياستها الخارجية وتقتدي بنا الكثير من الدول وتطلب مشورتنا في الكثير من المسائل. نعم سعادة السفير، يعني دعني يعني أقف عند هذه النقطة التي ذكرتها، وهي التي قمت بالإشراف فيها على الملف الاقتصادي حتى في هذه القمة التي لم تنعقد. إذن سعادة السفير، فأنت ملم كثيرا بأهم الروابط الاقتصادية والتجارية بين البلدين، حدثنا عنها. بالتأكيد، يعني عاوز أقول في الجانب المالي طبعا. نعم. يعني هناك استثمارات بحرينية في مصر، وهناك بنوك بحرينية في مصر، هناك استثمارات بحرينية. كما تعلم أن مصر أكثر دولة عربية جاذبة للاستثمار في منطقتها، رغم أننا طموحين لأكثر من هذا. فبنستفيد طبعا من البحرين كمركز مالي. الجالية لدينا جالية محترمة في البحرين، وأنا لاحظت أن لما كنت في البحرين أكثر من مرة أن هناك يعني تشجيع للتواجد المصري في البحرين، لأن بيشعروا أن مصر شعبها ومن يذهب من المصريين هو شعب متوازن ليس له أي جانب يعني يسارا أو يمينا من ناحية الاعتدال. نعم. وليس التطرف، هم يقدرون جدا المصريين كخبراء يساندون البحرين في موضوع التنمية، فده جانب مهم قلما نشير إليه. أنا الحقيقة يعني فخور بالجاليات المصرية في الخليج وفي مختلف بلدان العالم، ويكفي أن نقول أن تحويلات المصريين من الخارج هي أكبر مصدر للعملات الصعبة تأتي إلينا. نعم.
ايضا المشاورات السياسيه، وخصوصا ان احنا الان في ازمه، العالم العربي اغلبه ليس بصحه جيده. صحيح. سواء سوريا التي تحتل تركيا جزء منها، العراق نفس الشيء، ليبيا المنقسمه، السودان للاسف الشديد حتى الجيش نفسه انقسم على نفسه، اليمن وتهديدات الحوثيين للملاحه في منطقتنا. فبالتالي الدول الخليج الستة الحمد لله زائد مصر ودول في مقام المغرب والجزائر تقف على أقدام ثابتة وتشكل قوة دافعة لإيجاد توازن عربي. حتى أننا عندما اجتمع قادة العرب الستة الخليجيين زائد مصر والسعودية زائد مصر والأردن والعراق في جدة، الرئيس الأمريكي كان هينضم لهذا الاجتماع واقترح علينا إقامة حلف عربي مضاد لإيران. هنا جاء ميزة التنسيق العربي، لأن ردت عليه الخارجية المصرية وأيدت دول الخليج أن إيران ليست العدو، وإنما العدو هو من يحتل أراضينا، من ينكل بأبنائنا في فلسطين، من يحتل الجولان السوري. فأجبرنا هذا التنسيق العربي أهميته، أنه أجبر الرئيس الأمريكي أن يتراجع عن اقتراحه وعاد إلى المطالبة بحل الدولتين في فلسطين. دي ميزه التنسيق، لان يعني الجزء السياسي والامني ايضا قوي جدا. نعم. ايضا عاوز اقول طبعا في تعاون في على اطار القوات المسلحه والتدريب. مصر بتقوم بالدور في مساله دعم القوات المسلحه للبلدان العربيه جميعا، وانا كثيرا ما التقي بهم في اكاديميه مصر العسكريه العليا في كليه الحرب وكليه الدفاع. يحضرون دورات لتبادل الآراء والتدريب إلى آخره. نعم، يعني سعادة السفير، يعني نتحدث أيضا عن أن هناك علاقات تاريخية قديمة بين البلدين، ولكن زادت أواصر هذه العلاقات بعد تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنصب رئيس جمهورية مصر العربية. ما هذه نقطة ارتكازي. نعم. أنا بقول أننا حرمنا من أهم سلاح للدبلوماسية المصرية يمكن 15 سنة قبل ثورة 2011، لأن رحمة الله عليه الرئيس مبارك كان بحكم السن وبحكم محاولة الاعتداء على حياته في أديس أباب لو تذكري، يعني امتنع عن السفر، وهذا وضعنا في وضع غير مريح. أنا شخصيا كرئيس الدولة اللي أنا معتمد فيها 7 مرات نحاول نلاقيه يعني إمكانية أن يأتي لزيارة مصر، وقال لي كده باللفظ، قال لي حلمي سيمريف ان ازور مصر، وما قدرناش لمده 7 سنين احنا نخليه يزور مصر، وشويه ده بيأثر طبعا على العلاقات. لا، عندنا رئيس يعني عاوز اضرب لك مثال يقرب المعنى. ذهب الى غينيا الاستوائيه. انا كنت سفير غير مقيم في غينيا الاستوائيه، يعني غير مقيم لان استحاله الاقامه، ما فيش مكان تقيمي فيه. وكان لما اروح غينيا الاستوائيه كان الرئيس اوبيام يعزمني في القصر الجمهوري. جه الرئيس عبد الفتاح السيسي زار غينيا الاستوائيه وخد معاه المقاولين العرب وبنوا سفاره مصريه، واصبح لنا سفير وسفاره، ولدينا سيده محترمه من خيره سيدات البنت بنوازي مستشاره للسفاره. يعني حتى الاماكن الصعبه ذهب اليها الرئيس وانشا علاقات مباشره مع رؤسائها. ده شيء جيد. وطبعا اللي حضرتك لاحظتيه على الفور ان في تطور كبير في الاتصالات الدبلوماسيه، ان رفعناها من مستوى السفراء ومستوى الوزراء الى مستوى رئيس الدوله. ده المستوى اللي لو قعد اذا قال فعل بيبقى قاعد وراه 6 وزراء، اذا قال كلمه بيطبقوها على الفور ودون انتظار لاي مراسم او لاي اجراءات. نعم، أيضا تأتي الزيارة قبيل انعقاد القمة العربية 33 التي تستضيفها المنامة، يعني إلى أي حد أو إلى أي مدى تعد فرصة لتنسيق المواقف؟ مهمة جدا جدا جدا، وعاوز أقول لك إن في يعني يمكن للأسف الإعلام مش متابع هذه الشؤون. أنا لأنني أيضا أمين عام اتحاد المستثمرين العرب، على مكتبي الآن مطالبات من جامعة الدول العربية لكل مؤسسات العمل العربي المشترك لكي نقترح على القمه العربيه ملفات وملفات وملفات في كل الشؤون، خصوصا طبعا الشان اللي يهمني هو الاستثمار والشان الاقتصادي، لان العلاقات العربيه المصريه الاقتصاديه طيبه، لكن طموحنا
اكبر منها وامكانياتنا اكبر منها. وبالتالي نعم هذه بتكون مهمه جدا، لان ميزه هذه القمم انها صارت تستمع الى اراء الخبراء واراء المؤسسات كلها في العالم العربي. فهو عمل مهم جدا نؤيده بكل قوانا، وربنا يوفق رؤسائنا لما فيه الخير ان شاء الله. ان شاء الله. جزيل الشكر لك سعاده السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجيه الاسبق. شكرا.